وهنبتدي اول سؤال. اول سؤال السيده ام حسام، تتفضل. ايوه مع حضرتك. ازيك يا دكتور عمرو؟ نعم وفضل الحمد لله يا رب دايما. انا كنت تواصلت مع حضرتك وكنت خليت ابني هو حسام كان اتصل يعني يكلم حضرتك وقال لك ان هو عنده اللي هو الاكتئاب اللي هو ثنائي القطب حاجه زي ما البايبولار. انا اسفه يعني الحروف بتخرج غصب عني كده. طيب اتفضلي. انا عندي 60 سنه يا دكتور على فكره، يعني لسه شاب الحمد لله. ربنا يكرمك ويرضي خاطرك. ربنا الله يبارك في حضرتك. فانا كنت اتصلت بحضرتك وكنت سمعت دكتور كبير كان قال ووصف حاله ابني بالظبط. طيب. ان هو فعلا ما يقدرش لا ولد دي قدره ولا انه يقوم يشتغل ولا لا لا انت لازم تعمل، لدرجه ان يعني بقيت اقول مين يوصلني؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. يجعلك سبب يا رب انك تتواصل مع حسام وابوه، لان الموضوع بقى صعب جدا يا دكتور عمرو. طبعا صعب قوي. ربنا طب هو يا رب. حسام بيتابع العلاج ولا لا؟ بيتابع يا دكتور، ده بقاله 12 سنه. والله والله يا دكتور صدقني 12. مش احنا اتفقنا حاجه ام حسام؟ انا يعني بعد اذنك، احنا مش اتفقنا ان المرض النفسي ده زي المرض العضوي؟ ما هو والده او كل اللي حواليه ما عندناش برضو احنا الثقافه ان ده يعني لا انت تقوم تصلي، انت تقوم يبقى عندك اراده، لا انت اللي عاوز تنام، لا انت اللي عاوز كده. لا طبعا بقت جحيم. ما بص 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 حضرتك، بص حضرتك ده كل ده كل دي لازم ناخد التنبيهات من الدكتور. يعني الدكتور لو قال لنا، يعني مثلا احنا حتى احنا لما بنفتي كده حتى اهلنا اللي اصابهم مثلا الزهايمر بنقول لهم يا جماعه ما تحاولوش تلحوا على الحد ده، لان ممكن انت تكون بتعذبه. هو مش فاكر، هو مش حاضر زي اخواننا. هو يتمنى ده ويحب ان هو يقوم يصلي، بس هو في جوه شيء ما بيقدرش فيه. ولذلك ده لازم نرتبه مع الدكتور، نرتبه مع الدكتور، لان الدكتور هو اللي هيساعدنا في ده. الحاجات دي لما الانسان يتعافى منها على طول بنتكلم معاه ازاي يقدر يتدارك ما فاته. بس مش كل واحد بيوصف الكلام ده لنفسه، لازم الطبيب، نرجع للطبيب نعمل ايه معاه فيما يتعلق بالاكل، ما يتعلق بالصلاه، ما يتعلق بالصوم، ما يتعلق بحياته كلها، لان كل ده بيبقى فيه تقديرات ليه. ولذلك الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. يبقى هو ايه اللي حاصل؟ الشرع الشريف قال لنا ازاي نتعامل مع كل هؤلاء الناس، لان ده محتاج عنايه عشان ما يحصلش تفاقم للامر ده. معانا السيده مريم من الشرقيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ نعم وفضل الحمد لله. بعد اذنك يا دكتور، انا عندي 30 سنه، واحده حساسه جدا جدا جدا، وقال لها كلمه بتوجعني حتى من اهلي يعني والدي ووالدتي. سمعت كلمه في اي وقت بضطر ان انا اخد جنب وعيش لوحدي. طيب. مش عايزه اتعامل مع اي حد تماما. طيب. بحس ان انا عديت الموضوع مع اي حد، هل انا لو اطعت اهلي يعني احيانا بحس ان شيء غصب عني ان انا مش عايزه اتعامل مع حد، مش عارفه. طيب. هل ده بيكون حرام عليا؟ هقول لحضرتك. انا قلت غصب عني. هقول لحضرتك يا استاذه مريم تعملي ايه؟ أول حاجة يا استاذه مريم، أول حاجة لازم تتعودي بقى عشان نهدي مسألة الحساسية، إن أنت تغيري شويتين ثلاثة من برنامجك اليوم. فاكرة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر الشخص أنه يغير من حاله في ساعة الغضب؟ يعني لو كان قاعدا يقوم ويذهب ليتوضأ. إحنا كده محتاجين حاجة زي كده في التعامل مع حالتنا دي، ان احنا محتاجين نغير برنامجنا اليوم. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش قصد فقط ان احنا نغير وضعنا الجسدي التشريحي او ان احنا بس نسكب المية، لا، هو حضرة النبي كان قصد ان احنا نتعلم تبريد الموقف. يعني ايه تبريد الموقف؟ لازم تتدربي على التغاضي، على التجاوز، ان انت تقللي التفكير في الناس وتخليكي دايما مركزة في التفكير فيكي انتي، وده شيء مهم جدا جدا. وقد نحتاج بشكل أو بآخر إلى أن احنا نروح لدعم نفسي إذا كان الأمر تفاقم ووصل إلى حد الانعزال اللي بيفسد عليك حياتك. لو كان ده وصلنا إلى ده فإحنا محتاجين لدعم نفسي.